ممكن نقول التشكيل. اتفضل. ماشي. هيبقى في حراسة المرمى علي لطفي، و هي جايه لنا كده بقى، احمد فتحي ناحيه اليمين، محمد هاني وحمدي فتحي في القلب، وايمن اشرف ناحيه الشمال. مش عارف اذا كان ده هيبقى صح ولا لا. في اثنين في قدام الاربعه، عربي بدر واليو ديانج. قدامهم ثلاثه، حسين الشحات، وليد سليمان، جونيور اجاييه، وقدام راس حربه واحد مروان محسن. هنقوله مره ثانيه برضو: علي لطفي، احمد فتحي، محمد هاني، حمدي فتحي، ايمن اشرف، عربي بدر، اليو ديانج، حسين الشحات، وليد سليمان بادئ النهارده، جونيور اجاييه، مروان محسن. البدلاء: محمود كهربا، صالح جمعه، عمرو السولية، مجدي قفشه، شادي رضوان، محمد المغربي، محمد شكري، محمد فخري، مصطفى شوبير. هو طبعا التشكيل كده فيه تغييرات كتيره، مش ده الاساس اللي هيلعب بيه في ماتش الوداد. هو واضح طبعا بيجرب بعض العناصر زي ما انت قلت، بيريح بعض العناصر المؤثره اللي لعبت كتير. حتى هو بالنسبه له شاف مجموعه المباراه اللي فاتت زي كهربا، زي قفشه، النهارده بيبدا بناس ثانيه، بادئ بجونيور اجاييه، بادئ بوليد سليمان، مريح عمرو السولية. فهو بيعمل تباديل وتوافيق على اساس انه ياخد احساس بالمجموعه كلها قبل مباراه الوداد. لكن طبعا التشكيل بتاع النهارده ده تشكيل استثنائي، زي ما قلنا لاراحه بعض اللاعبين، لغيابات زي ياسر ابراهيم بانذارات، لصفر واحد زي معلول، ففي حاجات كتيره متغيره. لكن زي بنقول انه 90% من التشكيل اللي هو هيواجه بيه الوداد اكيد طب هو بص، حصل دلوقتي تغيير في او دون التشكيل الصح دلوقتي. بص، عربي بدر هيلعب ناحيه اليمين، وهيلعب اثنين في النص، محمد هاني في القلب، يعني محمد هاني وايمن اشرف، واحمد فتحي هيلعب ناحيه الشمال. نقولها تاني: عربي بدر ناحيه اليمين، ومحمد هاني وايمن اشرف في القلب، واحمد فتحي ناحيه الشمال، وحمدي فتحي هو اللي هيلعب جنب اليو ديانج. هو كده بيفكر في ماتش الوداد.